مساء الخير. يورو رصدت لتنفيذ مشروع قطار الشرق السريع. هالقطار اللي بيوصل بين العاصمة اللبنانية بيروت وبين العاصمة الفرنسية باريس. كيف هالشي رح يصير؟ منتابع سوا أنا وياكم بهالتحقيق. كان يسمى بالأورينت إكسبرس أو قطار الشرق السريع، تناولته أكثر من رواية بوليسية وفيلم عالمي، ولكن أكثر من تناولته في قصصها المشوقة كانت الكاتبة أغاثا كريستي. قطار الشرق السريع الذي كان يصل بين باريس وبيروت في السبعينيات يمكن أن يرى النور قريباً. هذا ما أخبرنا به أدي شويري، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية ترين ترين التي تعمل بشكل أساسي على إعادة الروح إلى سكة الحديد في لبنان، وشكل ماشيين على السكة الصحيحة. الترين ترين هي NGO مهمتها الأساسية يرجع يمشي الترين بلبنان. الحدث المهم اللي عم بيصير اللي هيصير بباريس ب 15 جون يعني حزيران بالانستيتيو دو مون داراب. الياس رح يحكي عن تاريخ السكه، رئيس NGO. انا رح اعرض 10 دقائق عن الكتاب تبعولي لي مونسيوراي مع المختصر المفيد بهال 10 سنين اللي اخذهم كصور، بلس 3 دقائق من الفيلم تبع السفاره الاستراليه كيف الجيش الاسترالي عم عمر السكه ب 1942، فيلم اسود ابيض، بالاضافه لسلاب شوت على 10 عبيد صغار القديم. البدايه مصور بقلب الترن. تفاعلوا معكم بالدولة وبرا بفرنسا تيساعدوكم ترجعوا هيدا الشيء. خلينا نبلش ببرا. SNCF الرئيسة لما كنا هونيك بالافتتاح ب 3 و4 ماي انحكى بشغلة كثير مهمة، انه رصدين 10 مليار يورو تقريبا، في 10 ل 30% تيرجعوا يعيدوا الخط القديم، مش بس بفرنسا، ايفن هون. اكزاكتلي. ما هو اصلا كان هون اصلا الخط كان، يعني كنت تجي انت من باريس نقول تقطع فينيز اوستريا تركيا سوريا لحديت الحرب، لحديت اول معركه الحرب بال 75 فرنسويه بال 1885، هن مدوا الخط بالفتره العثمانيه من البور مرورا بالخط، يعني عم بقص لبنان بالنص، يعني الاهم المحطات، يعني تنوصل ابراج المحطة بوجه السينما، تنوصل على بعبدة حدد، صوفر، رياء، سرغية، دمشق. يا وردي تعرفي ما في محطة، ليش ليش عذبت الناس يا وردي، بس المحطة صارت واللي ناطر رح يوصل عبيته ما يبقى ناطر. بانتظار عودتكم من باريس، دارين شاهين، قناة الجديد. بالنسبة للبانوراما الفنية معنا محلياً ورد الخال وعالمياً أنجلينا جولي، شو أخبارهم؟ منتابع سوا. البداية محلية مع جديد الممثلة ورد الخال. حقيقة هلأ خلصت تصوير مسلسلين، واحد دراما واحد كوميدي، قريبا رح يعني رح ينعرضوا. الدراما اسمه عشق النساء لمنى طايع، والكوميدي اسمه عروس وعريس كمان لمنى طايع. شركتين منتجتين، وحدة أونلاين برودكشن لعشق النساء، ولعروس وعريس شركة M&M وطايع انتربرايزز، والإخراج لفيليب أسمر عشق النساء، وديزيري دكاش لعروس وعريس. معنا كتير ممثلين بحبون الناس، وما بدي أذكرهم لأنه بخاف أنسى حدا كتار. الحقيقة دايما بطولتك وفي حدا من أخيك لبناني ولا كلكم؟ ليكي عشق النساء عربي، عربي في معنا بس الخياط من سوريا، معنا ميس حمدان، معنا كتير ممثلين، ومن لبنان معنا بيتر سمعان، نادين نسيب نجيم، ووسام حنا.
عالمياً، قالت النجمة أنجلينا جولي في حديث أجرته مع إذاعة بي بي سي أنها ستجسد دور كليوباترا قريباً، ومحادثات كثيرة تجرى في هذا الشأن. وقالت أنجلينا عن كليوباترا أنها شخصية معقدة، ومن المعقد أن نقوم بهذا الدور بشكل صحيح، وأتخيل أن التحضيرات للعمل ستكون كبيرة. وفي ذلك العمل تفكر أنه من الممكن أن تضع كل ما يمكنك فيه، وهنا تكون نهايتك، هنا تنتهي بطريقة عظيمة. ماذا يمكنك أن تفعل بعد هذا الدور؟ وكانت أنجلينا قد قالت الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي خاص بفيلمها ماليفيشنت أنها تحب أن تتوقف عن التمثيل وتتفرغ للإخراج والأعمال الإنسانية. فهل يكون دور كليوباترا هو آخر أدوار أنجلينا التمثيلية؟ هيدا كان كل شيء. باي.